بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب، نعم، عن سلمان ابن ميسرة، عندكم هكذا؟ عندي سلمان، طيب يراجع الأصل الزهد وهكذا الحلية، ولو وجد تعجيل المنفعة لضبطناه، لأن هذا الكتاب الذي هو التعجيل يعني خاص برجال الأربعة ومنهم أحمد رحمه الله. في نسخة أخرى. طيب، هنا في هذه النسخة، لأن الحديث في كتاب التوحيد، قال: وتصحف سلمان عند أبي نعيم وأحمد إلى سليمان. إذن الصواب سلمان، فالذي عنده سليمان فليصحح. قال رحمه الله: عن طارق بن شهاب يرفعه، قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، يعني تقرب قربان. قال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أولا، لا يصح مرفوعا، لا يصح هذا الحديث، وإنما هو موقوف على سلمان. وفي الكتب نعم أنه يعني موقوف، لكن هنا يرفعه، أي إلى النبي. وما أضيف للنبي المرفوع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المعنى صحيح، وهنالك أدلة. وأحيانا ترى أن بعض الناس ربما يكون عنده علم وكما يقال ثقافة، لكن المجتمع الذي هو فيه مجتمع فيه بدع وخرافات وربما شركيات فيقع في ذلك. ذكروا أن عالما أتى إلى الحرم المكي وهناك مدرس، قام إلى كرسي التدريس وهو يقول: يا كعبة الله، يدعو الكعبة من دون الله، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فكان طالب من النجباء الأذكياء، لما انتهى الشيخ من تدريسه قال: يا شيخ، أريد أن أقرأ عليك ما تيسر من القرآن. قال له: تفضل. فبدأ من الناس، ثم الفلق صمد، ثم أتى إلى المسد، ثم أتى إلى النصر، ثم إلى قل يا أيها الكافرون، ثم إلى الكوثر، ثم إلى الماعون، حتى أتى إلى سورة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم،
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال لا ما هي الآية ما هي هكذا أعد. قال فليعبدوا هذا البيت. قال لا أي ما هي هكذا. فما هو الصواب؟ قرب. قال سمعتك يا شيخ تقول يا كعبة الله. قال له يا بني أحسنت وصلت رسالتك. نعم ما يدعى إلا الله جل وعلا، أما غير الله فلا يدعى. قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.